السلام عليكم مشاهدين ومتابعين قناة جي اس فور وي، الدرس الأول من المرحلة الثالثة للتعلم على برامج الارك جي اس. في وصف هذا الفيديو في عنا رابط نقوم بالدخول إليه، بيفتح عنا مقال بتحدث عن هذا الدرس. هذا الدرس راح يتم فيه شرح قواعد التوبولوجي الخاصة للطبقات من نوع مضلعات بوليجونز. في البداية قبل إنشاء التوبولوجي يجب علينا معرفة ما هو التوبولوجي وكيفية التصحيح التلقائي واليدوي. التوبولوجي هو تحديد العلاقة بين الطبقات من خلال الشكل الهندسي للظواهر الجغرافية، ونقوم ب أو نهتم بإنشائه لأنه يعطينا بيانات صحيحة من حيث الشكل الهندسي، وبالتالي تحليلات ومعالجة جغرافية حسب الهدف وجودة بيانات ممتازة. قبل إنشاء التوبولوجي يجب علينا ضبط الإعدادات لتصحيح الأخطاء الهندسية بشكل تلقائي، وطريقة التصحيح بشكل تلقائي تم شرحها سابقا، راح يتم وضع رابط الدرس أو يمكنكم من خلال هذا المقال الضغط على من هنا يتم فتح هذا المقال. بنهاية المقال في عنا فيديو خاص للتصحيح التلقائي من خلال التعرف على التولرانس والرتب، ومن ثم الفيديو الثاني للتعرف على 9 شروط لتصحيح أخطاء الرسم. بعد مشاهدة هذا الفيديو والفيديو الثاني نقوم بمتابعة هذا الفيديو. إذن بعد مشاهدة الدرس الأساس في كيفية إنشاء التوبولوجي نستكمل هذا الدرس. في البداية في عنا 10 قواعد خاصة للطبقات من نوع بوليجون، الأفضل قراءتهم وموجود على الأرك ماب عند إنشاء التوبولوجي. وصف كل قاعدة باللغة الإنجليزية ونقوم بترجمة هذه القواعد باللغة العربية ويتم فهم جميع القواعد لمعرفة الهدف من إنشاء هذه القوانين. وكيف نقوم بإنشاء هذه القوانين؟ ننتقل إلى الأرك ماب. بداية التوبولوجي يتم إنشاؤه داخل مجموعة البيانات الداتا سيت، بمعنى لا يمكن عمل توبولوجي لطبقة من نوع شيب فايل. عند إنشاء قاعدة بيانات جغرافية وبداخلها داتا سيت نقوم باستيراد الطبقات، او بيكون عندنا موجود طبقات نقدر نعملهم توبولوجي. في هذا الدرس سيتم شرح قواعد الخاصة في الطبقة من نوع بوليجون. نقدر احنا نعمل رايت كليك على الداتا سيت ومن ثم نيو توبولوجي. في هذه الواجهة يتم شرح عن التوبولوجي. الواجهة الثانية خاصة بالتولرانس، طبعا التولرانس والرتب تم شرحهم في درس سابق. في هاي الواجهة نختار الطبقات، طبعا احنا بدنا نختار طبقة من نوع بوليجون. هذه الرتب للتصحيح التلقائي. في هذه الواجهة يتم وضع القواعد، طبعا القواعد الخاصة في البوليجون عندنا قاعدة الأوفرلاب إنه ما يكون في عنا تداخل على سبيل المثال. أيضا في عنا خلينا بس أضيف طبقة من نوع نقاط، إنه في عنا قاعدة من القواعد الـ10 بتخص النقاط نقدر نضيفها ونعملها، إنه على كل مضلع يجب أن يحتوي على نقطة واحدة فقط. نعمل أوكي، بعدها نكس. بعطينا هاي الواجهة فيها ملخص ما تم إدخاله لإنشاء التوبولوجي. فينيش، يتم إنشاء التوبولوجي. نضغط موافق لإظهار الأخطاء. نقوم بفتح التوبولوجي على الأرك ماب. نعمل ترميز للطبقة من نوع بوليجون. نقوم بفتح الإيديت على الطبقات ومن ثم شريط التوبولوجي. نضغط رايت كليك ونختار شريط التوبولوجي. آخر أداة موجودة في شريط التوبولوجي لفتح واجهة اكتشاف الأخطاء. نضغط على سيرش ناو. في عنا موجود 14 خطأ، وأيضا نستطيع أننا تحديد قاعدة معينة، مثلا أنا بدي يظهر لي فقط الأوفرلاب. نضغط سيرش ناو، في عنا اوفرلاب 1.
طبعا الشرط الثاني موجود عندنا انه لازم يكون في نقطة واحدة لكل بوليجون. نقفل شوية البوليجون، في عنا هاي النقطة بدي احطها في وسط المضلع، بعدها اضغط على شريط الادوات التوبولوجي. نضغط على شريط الادوات التوبولوجي، في عنا تحديث للتوبولوجي، نضغط عليها، هاي راح الايرور اللي كان موجود عندنا هون. نرجع على الاوفرلاب، نعمل سيرش، في عنا خطأ، في عنا خطأ يعني تداخل بين المضلعات. قمنا بتحديد التوبولوجي من ثم رايت كليك وزوم تو. لو عملنا اخفاء للتوبولوجي، نعمل زوم على منطقة التداخل، بنلاحظ التداخل. طبعا هذا التداخل صغير جدا، يعني لو قصنا هذا التداخل المسافة صغيرة كثير، لكن التوبولوجي من كتر ما هو دقيق وقوي جدا بيظهر لنا هاي الأخطاء. كيف نقوم بتصحيح التوبولوجي؟ نستطيع بعد ما نعمل زوم على الخطأ، نعمل سيلكت، بعديها رايت كليك، وفي عنا عدة خيارات للتصحيح. نقدر مثلا هاي المنطقة التداخل نعملها ميرج دمج، إما لهاي المضلع أو لهاي المضلع. هاي أوكي، نرجع نعمل زوم، نعمل أندو، كان عندنا هيك الخطأ وصار بهاي الطريقة. إذا قبل الانتهاء من هذا الدرس، عشان إحنا نكون فاهمين شروحات جميع القواعد الخاصة في الطبقات من نوع بوليجون، أول إشي بنقوم بقراءة جميع القواعد بهذا الشكل. بعد قراءتهم وفهمهم، نستطيع إحنا ننشئ توبولوجي حسب الهدف المطلوب. إذا عندنا أول قاعدة من هاي القواعد الخاصة بالطبقات من نوع بوليجون، must not overlap، مقصود فيها أنه ما يكون في تداخل المضلع مع مضلع آخر من نفس الطبقة. بمعنى لو في عندنا طبقة قطع أراضي، مش لازم يكون حدود قطع الأراضي متداخلة مع بعض، وكل قطعة أرض تكون لها حدود خاصة فيها مش متداخلة بينه وبين القطعة الثانية. القاعدة الثانية اللي هي الجابس، اللي خاص في الفراغات، انه ما يكون في فراغ بين المضلعات. مثلا في عنا طبقة للتجمعات السكنية او لحدود المحافظات، مش لازم يكون انه بين محافظة ومحافظة منطقة او فجوة او فراغ بين محافظة ومحافظة. اما الشرط الثالث او القاعدة الثالثة لها خاص في التداخل بين طبقة وطبقة اخرى، يعني اول شرط مقصود فيه بنفس الطبقة، اما هاي يكون انه طبقة معينة ما تكون متداخلة على طبقة ثانية. القاعدة الرابعة أن يجب أن تكون المضلعات داخل مضلعات طبقة ثانية، ويتم إظهار مساحة من أجزاء المضلعات الطبقة المحددة غير محتوية من الطبقة الثانية. يعني الإيرور لما يظهر عندنا الإيرور في هذه القاعدة، الإيرور الخطأ الواضع عندنا بتم رسمه على شكل مضلع أو مساحة. أما بالنسبة للقاعدة رقم 5، يجب أن يتم تغطية المضلعات بمضلعات من طبقة ثانية بشكل كامل وتام، وإذا ما في عنا مضلعات كاملة يتم إظهار المساحة الخطأ. القاعدة رقم 6، يجب أن يتم تغطية المضلعات بداخل مضلعات طبقة ثانية، ويتم رسم الخطأ بمضلع كامل. يعني إذا في عنا خطأ معين في هذه القاعدة، بتم اعتبار القطعة أو المساحة كاملة خطأ. القاعدة رقم 7، يجب تغطية حدود المضلعات بحدود مضلعات طبقة ثانية، ويتم رسم خط على منطقة غير متطابقة. يعني إذا في عنا منطقة مش متطابقة، بتم رسم خط مش مساحة. في الشروط القبل أو القواعد تم شرحها، بيتم رسم مضلع كامل، بس في هذا القاعدة يتم رسم خط يظهر لنا المنطقة الغير متطابقة.
القاعدة رقم 8، يجب أن يتم تغطية حدود المضلعات من طبقة خطية. يعني مثلا لو بمعنى آخر، لو في عندنا طبقة من نوع بوليكون وقمة بتحويلها إلى طبقة من نوع خط، بنلاحظ أن الخط متطابق لهذا المضلع. لكن إذا ما قمنا بالنهاية العملية وكان عندنا طبقة ثانية من نوع خط، نتأكد أن هذه الطبقة الخطية تكون مطابقة لهذه الطبقة، نستخدم هذا القاعدة. القاعدة رقم 9، يجب أن يحتوي كل مضلع بنقطة واحدة على الأقل. يعني إذا في كل مضلع لازم يكون جواته نقطة أو أكثر. بعكس القاعدة الأخيرة، أنه لازم يكون كل مضلع بيحتوي على نقطة واحدة فقط، ولا يسمح أن تكون هاي النقطة على الحد الخارجي، لازم تكون فقط بداخله ونقطة واحدة فقط. هيك تم شرح جميع هذه القواعد الخاصة بالطبقات من نوع بوليجون. وأي شخص ما عرف قاعدة معينة أو جزئية معينة، بإمكانك ترك تعليق وأنا سوف أقوم بالرد وشرح أي شيء بتعلق بهذه القواعد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.